خلال فترة قياسية أثبتت دبي قدرتها على لفت أنظار السياح والمستثمرين. لك أن تتخيل أن أكثر من 70 مليون مسافر مروا عبر هذا المطار خلال العام الماضي، الأمر الذي جعله المطار رقم واحد من حيث عدد المسافرين الدوليين في 2014. مع إشراقة كل صباح يولد في دبي أمل جديد يمتد بامتداد الصحراء، يحولها لمبان تناطح السحاب ويأذن لمئات الآلاف من السكان بمتابعة أعمالهم. سكان دبي تطبعوا بطباعها، هم هادئون لكنهم منجزون، سريعون لكنهم واثقون، مغامرون لكنهم متقنون. وبغض النظر عن الصور التي تراها أو التقارير الصحفية التي تطالعها، فإنها غير كافية لتعكس واقع دبي. هنا في المدينة الحلم ليس ثمة سقف للطموح، هي مدينة لا تعرف الكلل ولا تعترف بالمستحيل. احنا الحين في اعلى قمة في العالم، اهلا وسهلا فيكم في برج خليفة. هذا البرج يعتبر اليوم واحد من اهم معالم السياحة على الخارطة العالمية، وهو يعتبر ايضا المعلم الاساسي في وسط المدينة. دبي هي عندها جاذبية كتير قوية لدى المستثمرين من منطقة الخليج ومن خارج منطقة الخليج، وأحد أهم أسباب هالجاذبية هي البنية التحتية تبع دبي. وبفضل هذه البنية التحتية فقد شهد برج خليفة في 2014 أغلى صفقة عقارية لبيع وحدة سكنية في العالم، حيث تم بيع شقة بمبلغ 16 مليون و300 ألف دولار. احنا اليوم راح نكون في جولة نتعرف فيها على خيارات الاستثمار العقاري في دبي. وين ممكن تشتري عقار في دبي؟ وكم ممكن يكلفك هذا العقار؟ البنية التحتية، جودة الحياة، المعيشة الآمنة، والبيئة التي تستوعب القادمين من كل مكان جعلت دبي قبلة للمستثمرين العقاريين. إضافة لقانون دبي العقاري الذي صدر في 2006 ونص على منح غير المواطنين حق التملك الحر للعقارات ضمن مناطق محددة. الأول باليد يكتبون الملكية والخارطة، الحين بالكمبيوتر بالإيميل بالأشياء يعني يسوون. أول ما كان هالشيء، الحين من كم سنة الحمد لله يعني طورت الدائرة، طورت الحمد لله. أول شيء أهلا وسهلا بكم في دائرة الأراضي والأملاك في دبي. طبعا البيئة القانونية والبيئة التشريعية أهم شيء، هي ساهمت في عملية حفظ حقوق الناس، لأن دائرة الأراضي أصلا بنت على أساس حفظ حقوق الملاك والمستثمرين، وهي تعتبر السجل العام العقاري اللي نسجل فيه حقوق الناس. قبل أزمة 2008 تقاعس كثير من الناس أنهم يسجلون في سجل الدائرة بقصد، يعني يمكن الخوف من الرسوم، ويحاولون أنهم يعني يحسون أن هذه ما لها أهمية. لكن
يعني وضحت أهميتها لما بدأت الأزمة ولما بدأت الناس تطالب حقوقها اللي سجلوا حفظوا حقوقهم. زخم الصفقات العقارية في دبي خلال 2014 وضع المستثمر الإماراتي في المرتبة الأولى، تلاه المستثمر الهندي، ثم المستثمر الباكستاني، أما المستثمر السعودي فجاء ثاني المستثمرين العرب. المادة رقم 4 حددت للمطورين نوعية التملك، أعطتهم 3 خيارات. خيار رقم 1 أن تملك حر أو تملك ليس اللي هو 99 سنة، أو امتلاك المنفعة واللي هو يعني ما بين 30 إلى 50، ما يتجاوز 50 سنة. وفي مبايعات الوحدات السكنية كانت منطقة الخليج التجاري في مقدمة المناطق، تلتها مرسى دبي. تتميز دبي بالمجتمعات السكنية في مناطق التملك الحر. هذه هي نخلة جميرة، أكبر جزيرة صناعية في العالم، تمتد أكثر من 6 كيلومترات داخل البحر، ويمكن رؤيتها من على سطح القمر. تضم أكثر من 4000 وحدة سكنية، إضافة إلى عدد من الفنادق المطلة على البحر. اليوم راح نبدا معك جوله في دبي، نشوف فيها العقارات من الاعلى. نبدا من النخله طبعا الى الاقل. تفضلي. سهله، تفضل. انا متحمس صراحه اني اعرف عن الفيلا اللي هي تعتبر من الارقى في دبي. طبعا عندها جزيره النخله واللي ب 15 مليون. 16 مليون. ايوه، هذا صالون صغير فاميلي روم يعني. ايوه طبعا قاعده بس جانبيه بتطلع على المسبح، سويمينج بول حلو. مدخل هو للبيت ككل لانه الصالون بجهه ثانيه بصير. السقف عالي. سقف عالي المدخل. ايوه فويه حلو واناره قويه من كل الجهات. هون عندك مدخل من الجراج، جراج لسيارتين. مدخل هون على المطبخ على اليمين. كثير واسع المطبخ بالنسبة لمطابخ ثانية أنا داخلها في دبي، هذا كثير واسع. ومدخل على صالة الطعام والصالة الكبيرة. هون عندك طبعا الفيو كامل على البحر مباشرة. كثير حلوة. البحر هنا ثناء كم بسواله يعني ان الواحد فيلته على البحر ويقدر يسبح في البحر كل يوم، يعني بدك تحسبها من سعر الفيلا و2 مليون اذا هيك. والله. يعني احلى فيو عندك بالعالم هون، شو بدك احلى؟ روى وبرايفت. وبالنسبه للمباني اللي حوالين الفيلا هذه كيف اسعار الشقق فيها؟ في عندك كثير طبعا، في من 1 بيدروم ل 4 بيدرومز، يعني بيتراوحوا بيوصلوا يمكن لل 5 6 مليون بهالبنايات هاي. هاي عندك 4 غرف نوم طبعا، هاي غرفه بحمامه للاطفال. ها للاطفال نعم. وغرفه ثانيه كمان هناك مع حمام، وهي الماستر بيدروم. هذه أكبر غرفة. أيوة وبتطل على البحر، عندها تراس كمان على البحر مباشرة. وطبعا ووك إن كلوزت وحمام. Very نايس. شوف الحمام. لا هذا سبا مش حمام، هذا سبا يعني أقله أنه بغرفة الماستر مثلا. عجبك؟ سبا مش حمام.
هي عندها إطلالة حلوة كمان على المدخل، واحدة على البحر واحدة على الكوميونتي. شوف مالا تراس مثلا حلوة كتير. أغلبية اللي يشترون الفيلا الحين هل يشترونها كاش أو يأخذونها مورجج؟ لا أكترية كاش. أكترية كاش ها. يعني منطقة مثل جزيرة النخلة اللي بده يشتري راح يكون قدران يشتري كاش. وأسعار الفلل تتراوح في مناطق أخرى في دبي. على سبيل المثال يمكنك شراء فيلا بنفس المساحة في منطقة حدائق الجميرة وليس ببعيد عن الحدائق، وفي عمق دبي يمكنك التوجه لمثلث قرية جميرة إضافة للمجمع السكني في المرابع العربية. أما بمستويات أسعار أعلى من ذلك يمكنك الشراء في البراري، وعلى مقربة من البراري تبقى المرابع العربية إحدى الوجهات الاستثمارية المفضلة. نحن منقول رح يكون في استقرار أو تدني ضئيل بأسعار العقارات، هيدا بيتطبق مش بس على اللوكسري، بيتطبق على جميع العقارات والسب سيكترز تبع العقارات. ما عاد في محل اليوم للمضاربة كيف بيقولوا المضاربة قريبة المدى. إذا بدك تستثمر بالعقارات بدبي بدك تكون نظرتك متوسطة المدى أو بعيدة المدى. وليس ببعيد عن النخلة، هذه مساكن شاطئ جميرة التي تمتد على ساحل الخليج العربي بطول 1.6 كيلومتر. 40 برجاً تستوعب أكثر من 10,000 ساكن، هي واحدة من أكثر المناطق حيوية في دبي. هاي نوصل على جي بي آر، منطقة الجي بي آر طبعاً مميزة فيها منظر البحر، أهم شيء السوق، المطاعم، المقاهي. صالة كثير كبيرة ها؟ صالة كبيرة كثير، مطبخ مفتوح على الصالة مع غرفة الخدامة جوا، عندك هون سويت للضيوف مع أوكي. حمام. هاي معمولة عن جديد كلها، ابجريد فل ابجريد. طيب الشقق اللي مش معمول لها الابجريد هذا كم يكون سعرها للفور بيدرومز؟ يعني اقل من هاي بشي مليون تقريبا. مليون 800 لمليون. كوميونيتي كثير حلوه، هاي غرفه اطفال مع بلكوني، في لها حمام هون، وهي غرفه ثانيه للاطفال برضه في حمام. يعني حمامين. ايش بيميز الكوميونيتي هذا؟ طبعا فاسيليتيز تبع جي بي ار، وانت عارف الووك، المطاعم، المقاهي، البحر، لكن منظر البحر مثلا من هون عندك رائع. ووكينج ديستانس للبحر، تخيل الواحد يصحى كل يوم الصباح على المنظر هذا. في احلى من هيك؟ لو نفس الشقة هذه كانت موجودة على الشارع، مطلة على الشارع مش على البحر، كم ممكن ينزل سعرها؟ عم تحكي مع الأبجريد ولا بدون؟ يعني الأصلية. الأصلية لا بينزل أكثر من مليون، مليون وشوي على يعني. أكثر من مليون بس علشان هلا طبعا نحن عم نحكي عن الطابق العالي مثل هون على 37 ولا أوطى بعد؟ أوطى كمان بينزل. أوكي. طيب سناء، حتى يعني أنا متأكد إنه في كمان شقق موجودة في دبي أسعارها أقل من 5 مليون أو أقل من 15 مليون. طبعاً. وين راح تأخذينا نشوف مكان؟ مثلاً أبراج بحيرات الجميرة. أوكي. كم سعر الشقة هناك؟ هنيك راح نشوف هلا غرفة وصالة، يعني 1,300,000 تقريباً. أوكي.
وأسعار الشقق تتراوح في مناطق أخرى في دبي، وتتوزع على سبيل المثال في منطقة الخليج التجاري التي تقع خلف برج خليفة، أو في منطقة المركز المالي على امتداد شارع الشيخ زايد. أما بمستويات أسعار أعلى من ذلك، بإمكانك التوجه لمنطقة وسط المدينة التي تحتضن البرج الأعلى في العالم. ولكن حتى مع تعدد خيارات الشراء، هل ثمة أمور يجب عليك التنبه لها قبل شراء عقار في دبي؟ أول شيء المستثمر لازم يدرس المطور العقاري بالتفاصيل، هذه أول شغلة. تاني شغلة الموقع، مثل ما بنقول بالإنجليزي it's all about location، لازم الموقع يكون مدروس منيح، ولازم هالمنطقة اللي عم يستثمر فيها تكون منطقة جذابة وعندها potential للمدى البعيد. وثالث شغلة لازم يدرس rental income، يعني هذا العقار إذا بده يأجره قد ايه المردود تبعه رح يكون. أسعار الوحدات السكنية في دبي قد تكون بمستويات أدنى مما رأينا حتى الآن. مناطق ليست ببعيدة عن المناطق التي رأيناها يوجد بها خيارات بأسعار أقل بكثير. كثير شرح الشقة هذه سناء، إيش هي الأشياء اللي تحدد سعر الشقة؟ يعني ممكن يكون في شقتين في نفس العمارة لكن سعر الشقة أغلى من الثانية. طبعاً أول شيء عندك الحجم، يعني هاي 960 قدم، معك ماستر بيدروم يعني حمامة فيها وحمام ضيوف وفي لوندري روم وفي بالكوني، وبعدين في الفيو. هذا حمام ضيوف. وبيجي عندك بعد غرفة غسيل، مخزن هذه ولا مخزن وغرفة غسيل، ممكن تحط الغسالة هون. اوكي. في محل بالمطبخ للجليت الصحون، وهذا الحمام الخاص بالغرفة كامل مع شاور. مساحة الغرفة مش صغيرة شوية يعني؟ هذه ترى متر، هذا افريج، هذا الوان بدروم هيك بيكون مساحة اجمالا يعني. سنة احنا الحين في ابراج بحيرات جميرة، منطقة المارينا على الجهة الثانية، يعني كمسافة 3 دقائق بالسيارة. قديش يفرق السعر بين المنطقة هذه والمنطقة هذه؟ في أسعار متفاوتة بس على القليل بتفرق يمكن بالـ20%. 20%؟ احنا نتكلم على نفس الشقة هاي يعني. على الشراء مش الأجار. على الشراء طبعا. إذا تكلمنا عن شقة بالمساحة هذه، هذه 1,300,000، لداخل شوي بكم ممكن أحصلها؟ بتلاقي ب750 ل850 900,000. ولهذه الفئة من الشقق يمكنك شراء شقة بمبلغ يتراوح بين 700,000 إلى 1,500,000 درهم في مرسى دبي. الحدائق والمدينة الرياضية. المردود على العقارات لزوي الدخل المتوسط هن إجمالاً أعلى من مردود الاستثماري للعقارات اللوكسري. إضافة إلى جاذبية العقارات في دبي، تسعى حكومتها إلى جعلها مدينة سعيدة عبر رفع مستويات المعيشة وكفاءتها مقارنة مع مدن عالمية أخرى. أنا في ألمانيا ركبت تاكسي فسألني أنت، قال لي من وين؟ قلت له أنا من دبي. هذا قبل 4 سنوات تقريبا أو 3 سنوات. قال لي أنا زرت دبي، قال أنا وزوجتي نجمع مبالغ خلال 3 سنوات ونحاول نسير أي بلد. كنا سايرين إسبانيا، بس آخر مرة سرنا دبي، نحنا انبهرنا باللي شفناه في دبي. وقال نحنا إن شاء الله بعد ناويين يعني أن خلال الزيارة الثانية بعد نروح إلى دبي ونسكن دبي.